تتفكرش اول نهار تقابلته؟ نتفكر اول نهار. اي اول نهار نلعب ضد الكليب افريكا به، ووقتها فما طفله حبيت نعمل فازه قدام جمهور الكليب، فهمت ولا حبيت نعمل كعبات ماتش وقتها. بيكام عامل لك الكرفيته وانا شعري طويل يا اخي، عامل لك عامل بيكام ها عامل لك الكرفيته ولا شو فهمت ولا حبيت نعمل جيست يا اخي. جيت طفله عملت لي بوني ولا شنيه وصبغت لي شعري. وبعد عندي صاحبي كور معايا شنهزو الخطيبته وين بروكلي به، تقابلنا غادي صدفه مع زوجتك، مع خطيبه صاحبي. هي جات مع هاي خطيبه صاحبي كور معايا، واضح هكا. وقعدنا نحكيه شويه شويه، من بعد قلت لها رد بالك نهار في حياتك تتبع جوار ولا فنان، رغم الكل كذاب واكبر كذاب العبد لله. علاش الصوره هذه؟ الصورة هذه تحب الحقيقة؟ كل حقيقة، خاطر أنا تربيت في حومك نعرف طفلة هذيك، هي الطفلة معناتها نعرف شيء. كي طلعت لتونس كي تولي ملاعبي تلقى 5000 طفلة تنقز عليك، وفما اللي يمشي في المنعرج هيك، وفما اللي ما واضح. العرس يعطي استقرار للشخص وللعب بصفة عامة. نتصور بعدتك على برشا مشاكل. أنا تمنيت نعرست بكري بكري.